السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نخصصها للحديث عن الإعلان عن كتلة جديدة تدعى كتلة العمل من أجل دولة المواطنة. هذا الإعلان الذي يتزامن مع حديث في الأوساط السياسية الموريتانية عن قرب إطلاق حوار أو تشاور كما تسميه بعض الأطراف السياسية في موريتانيا. في بيانها التأسيسي قالت الكتلة إن التشاور يجب أن ينصب حول ترسيخ دولة المواطنة التي تتوزع فيها الثروات بعدالة بشكل يمس الحياة اليومية للمواطن ويسود فيها القانون ويقضى على المظالم ويعامل فيها المواطن كمواطن بغض النظر عن جهته أو عرقه أو فئته أو قبيلته وتحترم وتصان فيها الحريات. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نبحث مبررات إنشاء الكتلة والقواسم المشتركة بين أعضائها ومواضع أخرى في هذه الحلقة من المشهد حول هذه الكتلة، ويسعدنا أن نناقش ذلك مع ضيف الحلقة محمد ولنها عضو المجلس الرئاسي بكتلة العمل من أجل دولة المواطنة. أهلا بكم جميعا مشاهدينا الكرام. إذن أهلا بك ضيفي الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. شكرا. الإعلان عن هذه الكتلة يتزامن مع حديث في الأوساط السياسية الموريتانية، آخر ربما ما قاله الرئيس محمد والشيخ الغزواني في آخر خرجة إعلامية في افتتاح المنتديات التي أعلن عنها بداية هذا الأسبوع. وهنا نطرح السؤال عن مبررات إنشاء هذه الكتلة في هذا التوقيت. شكرا. أولا شاكر قناة المرابطون على هذه السانحة اللي اتاحونا من أجل التعبير عن الأسباب اللي جعلتنا نأسوا كتلة العمل من أجل دولة المواطنة في هذه الظرفية بالذات. كما تعلمون هذه ظرفية خاصة يمر بها البلد، خطيرة بالنسبة للبعض ومفترق طرق بالنسبة للبعض وتتطلب حوار بالنسبة للبعض، والبلد مقدم على ياسر من المخاطر بالنسبة أيضا لبعض الناس، بعض السياسيين وبعض الناس تشوف الأمور بهذه الناحية. وإحنا بالنسبة لنا في كتلة العمل من أجل دولة المواطنة في الحقيقة البلد ما عنده أزمة أكبر من قد تتطلب حوار، ولا فهم ما فهم احتقان، ولا فهم مسائل خطيرة. لاحقا سنتحدث عن رؤية هذه الكتلة لآلية وفرص وضرورة إطلاق حوار أم لا، لكن قبل ذلك نحن الآن نتحدث عن هذه الكتلة. شنو المبررات التي دفعت المشاركين أو أعضاء هذه الكتلة، وبعضهم رؤساء وأحزاب سابقون وبعضهم قياديون ببعض التنظيمات الأخرى، شنو المبررات والدوافع التي دفعتهم إلى تشكيل والإعلان عن هذه الكتلة في هذا التوقيت؟ هذه الكتلة أسستها مجموعة من الأطر والفاعلين أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين ومهتمين بالرأي العام ومهتمين بالشأن العام، عندما تم الكلام عن حوار أو تشاور بالأصح، بما أن أعضاء هذه الكتلة مؤسسين هذه الكتلة هم جماعات تهتم بالشأن العام وتربطها صلة قديمة فيما بينها جابرت، وبعد كثير من النقاش وكثير من المداولات تم الوفاق بينها على أنها تأسس هذه الكتلة تحت اسم كتلة العمل من أجل دولة المواطنة. واخترنا تأسيس هذه الكتلة في هذه الظرفية بالذات، وإحنا في الحقيقة متعارفين اللي له ياسر من الزمن ومتتبعين أيضا للشأن العام وللتحولات اللي شهد البلد منذ أكثر من عقدين من الزمن، وإحنا متتبعين للشأن العام في هذا البلد وجميع مراحله السياسية وتحولاته، يعني المسلسل وكامل الديمقراطي
من عند 92 احنا متابعين واحنا مهتمين به ومشاركين فيه. ارتئينا اعلنا يالتنا شخصه المشهد السياسي البلد وشخصه ذاك اللي تحتاج له الساحه السياسيه من راي، واعلنا نقدموا مشاركتنا في هذه الوضعيه اللي هي ونقدموا طيب. التشاور المرتقب. طيب هذا التشخيص الى ما قادكم في تشخيصكم أو هذا التحرك لتشخيص المشهد السياسي الموريتاني إلى ما قادكم؟ كيف تشخصون الآن واقع المشهد السياسي؟ واقع المشهد السياسي الآن بنظرته العميقة هو في الحقيقة عادي، بلد ما عنده أي مشكلة، ما شاء الله ما فهم أي مشكلة، ما فهم خطر يداهم البلد، ولا فهم أزمة سياسية، ولا فهم ما فهم أي شيء منه شد منه تخوف، إلا أن في الحقيقة إحنا في منطقة تشهد كثير من منطقة ساخنة عموما إقليمنا عنده قدر من المشاكل، وفعلا تخوف من ذيك المشاكل لأنها تمتد شورنا، خاصة المشاكل اللي في الجارة مالي وبعض من الأمور. ولكن إحنا بعد هون تبارك الله فهم تعايش سلمي بين المواطنين في جميع المدن والولايات والقرى والريف وفي العاصمة، فهم تعايش سلمي بين المواطنين، وفهم أمور ما فهم تخوف على أي شيء واضح. طيب المشهد السياسي الموريتاني الآن يشهد حالة من التباين في الرأي، خصوصا عندما يتم الحديث عن موضوع أو الحاجة إلى إطلاق حوار سياسي أو تشاور سياسي كما تسميه بعض الأطراف السياسية المحلية. بالنسبة للكتلة إلى أي الضفتين هي أقرب، القائلون بعدم الحاجة أو عدم وجود ضرورة لإطلاق حوار سياسي، أو المنادون بضرورة إطلاق حوار سياسي لتشخيص الحالة السياسية التي تمر بها البلاد؟ على كل حال الكتلة مع التشاور السياسي، لأن التشاور دائما مفيد، والموريتانيين من الضروري أنهم يجابروا ويطرحوا بعض من مشاكلهم ويشخصوا مثلا أمورهم ويطمئنوا على مستقبلهم، يجابروا ما بينهم ويقووا من لحمتهم الاجتماعية ويقووا من وحدتهم الوطنية. مع أن الوحدة الوطنية مهمة والحوار مفيد لتقوية الوحدة الوطنية، مع أنها ما شاء الله عبر التاريخ كامل الوحدة الوطنية بنسبة كبيرة من المجتمع ما عندها مشاكل، فيما بينها. فهم بعض من الناس للأسف يتاجر بعض من الأمور في الخارج ويقوم ببعض من الأمور في الخارج اللي تشوه من سمعة البلد، كيفت البعض اللي يقول على الموريتاني. طيب ما دامت البلاد ليست بحاجة إلى إطلاق حوار سياسي في هذه المرحلة، لماذا ركز البيان التأسيسي للكتلة على الحديث عن حوار، وحتى ركز على تفاصيل هذا الحوار وما يجب أو ما ينبغي أن يتناوله؟ ما دامت البلاد ليست بحاجة إلى إطلاق حوار سياسي، لماذا التركيز على الحوار بدل مواضيع أخرى ربما هي رئيسية في هذه المرحلة، منها ارتفاع الأسعار، منها مواضيع أخرى رئيسية مطروحة الآن في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، بدل التركيز على الحوار الذي تقولون أنه ليست هناك حاجة أو ضرورة لإطلاقه الآن؟ لا كل حال بالنسبة لنا الحوار محتاجة له دولة تعود عندها مشاكل داخلية حادة ومشاكل هي دائرة على الهاوية، إذا قطع موخى الموريتاني، وإن كان البعض يختار يصور للخارج أن الموريتاني في حالة خطيرة وعنها بحاجة لحوار سياسي، لكن إحنا كديمقراطيين وكأصحاب رأي مع التشاور فعلا طرحنا شروط، للتشاور، وأعلن أن موريتاني ليست بحاجة مثلا ضمنيا موريتاني ليست بحاجة لحوار بقدر ما هي بحاجة لقرارات ولدولة مثلا
تتدخل بقرارات منها مفيدة، كيف مثلا العدالة الاجتماعية، وكيف توزيع الثروة بصفة عادلة، وكيف تطبيق قرارات العدالة، وكيف رفع المظالم، وكيف تدعيم الحريات العامة وفتح الترشح المستقل ورفع الظلم عن الأحزاب التي حلت مخالفة للدستور. وهناك فعلا بمعنى أنه الكتلة ترى أنه ملف الحريات تدعيم بحاجة إلى مزيد من التدعيم، بمعنى أنه ملف الحريات تراجع في الفترة الأخيرة، هذا ما تراه الكتلة؟ فعلا ملف الحريات تراجع منذ حوار 2011، تراجع منذ حوار 2011، لأنه هناك مجموعة من الساسة تريد أن تبقى الساحة مثلا مختصرة على مجموعة من الأحزاب، وهذا هو ما حصل، وهو في الحقيقة مسألة مرفوضة من كتلتنا، من طرف كتلتنا، لأن الساحة يجب أن تظل ساحة مفتوحة لجميع أصحاب الرأي، ويجب أن تكون حرية تأسيس الأحزاب وحرية الأحزاب مثلا مفتوحة دائما، لأن الأحزاب في العالم ما مطلوب من أي حزب أنه يحقق نسبة معينة، بل الحزب مطلوب منه المشاركة في الرأي، مشاركة في بناء الوطن وفي توجيه الرأي العام وفي الرقابة، غير ما قطعت في العالم مطلوب من الحزب لأنه يعرف يحقق نسبة كذا. وإحنا في الحقيقة في الحوار الأخير في النظام السابق نتائج فضات، ما فضات عن حل الأحزاب، كنا رأينا أعلن بلد كيف موريتاني، واليوم أراه هو اليوم مطروح في الساحة، الناس اللي طالب بحوار وتقول عن البلد في أزمة، وأعلن وتشوه من سمعة البلد، الناس تحاول تخنق الحريات العامة وتردها لأحزاب محدودة، وذا خطير بلد كيف موريتاني، لأن يعني بلد كيف موريتاني يالتو طال دائما في الحريات مفتوحة وطال الأحزاب موجودة، لأن الرأي يالتو لأن ما دامت الأحزاب موجودة بكثرة يظل الأحزاب اللي اليوم الطالب بالمحاصصة تظل دائما ما تجبر فرصة المحاصصة، لكن عندما يقل عدد الأحزاب تصبح قليلة، تصبح الأحزاب تنادي بالمحاصصة وتصبح تنادي طيب بالعودة إلى الأسماء الموقعة على البيان المؤسس لهذه الكتلة، نجد أنه ربما القاسم الوحيد الموجود، القاسم المشترك الوحيد بين هذه الأسماء أو بين بعضها على الأقل، هو أنه بعضها كان رؤساء لأحزاب سياسية تم حلها بموجب قانون الأحزاب الأخير. هنا أطرح السؤال عن القواسم أو القاسم المشترك بين المؤسسين لهذه الكتلة قبل أن نأخذ فاصلة. الفرق بين؟ الفرق أو القاسم المشترك، القاسم المشترك بين المكونات، بين المشاركين أو المؤسسين لهذه الكتلة. عندما عدت للبحث عن القواسم المشتركة بين الأسماء الموجودة في التوقيع، وجدت أنه القاسم الوحيد المشترك بينها أو بين بعضها على الأقل، هو أنه بعضهم كان رؤساء لأحزاب سياسية تم حلها بموجب قانون الأحزاب الأخير. أنا هنا أطرح السؤال فقط عن القاسم المشترك أو القواسم المشتركة بين المؤسسين لهذه الكتلة. والمعروف أن القواسم المشتركة من الوسائل أو مما يمكن أن يقوي أو يدفع الكتل إلى أنها تستمر في العمل وأن تكون كلمتها موحدة في المستقبل. في الحقيقة القاسم المشترك بين مؤسسين هذه الكتلة أولا هو قاسم حب الوطن، نحن عندنا لا موريتاني وبلدنا ونبقوه، وشفنا لأنه متصلة به جماعات تشوه سمعته في الخارج والتاجر بسمعته ومشوته، بعلنه بلد تمارس فيه العنصرية وتمارس فيه العبودية، وعلنه بلد عنده مشاكل وعنده إرث إنساني ما سوى قضايا. وإحنا بالنسبة لنا كيف قلت لك كمتتبعين للشأن العام، قضية الإرث الإنساني كنا حاجة لها فات اندارت على القفة، لأنه سوات أكثر من مرة، وأنا اللي أتكلم معك شخصيا حضرت كثير من المناسبات توقف الناس وتوفى وتدير ومجموعة من الحلول تعتبر على قضية الإرث الإنساني على أنه
قد تم طي ملفه الى الابد. طيب لين توقفوا عند هذا وتظهر لنا بعد ذاك على السطح. اذا نحن هون اللي وحد بيننا، اسمح لي شوي، احنا هون اللي وحد هنا تياها بيننا. تفضل باختصار شديد. تفضل وفي الفكره قبل ان ناخذ الفاصل. احنا هون اللي العامل المشترك بيناتنا هو حب الوطن، وهو الدفاع عن الوطن، وهو علينا نختار وشاركوا في الدعايه ل ل الوطن، دولة مواطنة، دولة يقود فيها المواطن عنده حقوقه كاملة بغض النظر عن عرقه وقبيلته. طيب خلينا نتوقف عند هذه النقطة لنناقشها بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، حديثنا متواصل في هذه الحلقة من المشهد التي نخصصها للحديث عن إعلان كتلة سياسية جديدة في البلاد، فلا تذهبوا بعيدا. يمكن الحد من انتقال العدوى للآخرين إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية الموصى بها صحياً إن شاء الله. إذا اتبعنا الإجراءات الاحترازية التالية قد يقي ذلك من الإصابة بفيروس كورونا. تجنب لمس الأنف والفم والعين باليد قدر المستطاع. المحافظة على النظافة العامة للجسم والحرص على نظافة الأرض والأسطح وتعقيمها، واتباع عادات صحية مثل تناول الغذاء المتوازن وأخذ قسط كاف من النوم لتعزيز مناعة الجسم وتقويته. غسل الخضار والفواكه جيدا قبل تناولها، وتجنب المخالطة والاتصال المباشر بالأشخاص المصابين بهذا الفيروس. استخدام الكمامات لتغطية الأنف والفم في الأماكن المزدحمة للناس. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بشكل دائم أو باستخدام المعقمات. عزل الشخص المصاب بالفيروس في غرفة خاصة والابتعاد عن استخدام أدواته وأغراضه الشخصية بشكل كامل مثل الوسائد والأغطية وفرشاة الأسنان وأدوات الشرب والطعام والمناشف. تجنب التواجد في أماكن وجود الحيوانات وخاصة. نرحب بكم مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة من المشهد، والتي نخصصها للحديث عن إعلان كتلة سياسية جديدة تدعى كتلة العمل من أجل دولة المواطنة. أستضيف للنقاش محمد ولنها عضو المجلس الرئاسي لهذه الكتلة. الإعلان عن الكتلة يتزامن مع حديث في الأوساط السياسية الموريتانية عن قرب إطلاق حوار أو تشاور كما تسميه بعض الأطراف، حوار سياسي قريب. أهلا بكم مرة أخرى، أرحب بك ضيف الكريم. أثناء الفاصل أخبرتني أنه الهدف الرئيسي لهذه الكتلة هو الدفاع عن دولة المواطنة، الدفاع عن حقوق المواطن. ألا ترى معي أنه الدفاع عن هذا الحق، الدفاع عن دولة المواطنة، يبدأ من الدفاع عن حقوق المواطن تجاه حقه على الدولة، حقه على الجهاز التنفيذي، بدل الذهاب إلى نقاط أخرى ربما ليس لها ذاك التأثير على 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 دولة المواطن، على استقرار الدولة. لا، احنا فعلا ندافع عن حقوق المواطن، وذاك ما زلت جاي وما زلت لا نتكلم عنه. احنا فعلا كتلة دولة دفاع كتلة العمل من اجل دولة المواطن ندافع عن المواطن، والمواطن الموريتاني اولا احترامه في دولته وسباقيته في العمل، لأن احنا ملاحظين لأنه موريتاني المواطن الموريتاني، وإذا بعد سلطة تنفيذية جزاها الله خيرا شفناها أخيرا واخذت قوانين تعطي الأولوية في العمل فيها، وكانت قاعد موجودة القوانين تعطي الأولوية للمواطن الموريتاني في بعض من في الأعمال في العمل في الأعمال مرتنت يعني الوظائف، مع أنها خلات فم حق لبعض المقيمين، وذاك صالح. احنا ندافع عن المواطن الموريتاني، اسباقيته في دولته، اسباقيته في العمل، وي عمل يقدر يعدلوا ما يلتو يعدلوا اجنبي اخر. نحن ملاحظين ان هنا في بلدنا المواطن عاد له يعود مواطن موريتاني، عاد له يعود مواطن من درجه ثانيه، لانه عليه سيل من الجانب يقبض عمله
ومضايقينه في 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 في, 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 في الاشغال العامه، واصبح المواطن يشكو من البطاله ويشكو من كل شيء وياك ما يلتو يعود خارج. احنا بلدنا بلد قليل جدا وقد يعود المواطن فيه ايش تقال يلوله يلو كان فم تنظيم وفم حمايته من العماله الاجنبيه. تعود البطاله عندنا تخف، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى اذا عندنا احنا هون نعب وصل المواطن، لان احنا فم مساله داهم بلدنا خطيره جدا. لكن هل اسمح لي شوي، اسمح لي وفي فكرتي. لان احنا في مساله داهمنا، احنا شفنا اللي له ضرك فتره عادت الدعايه لا في تسميم الجو بين المواطنين الموريتانيين والاجنبي ايش تقال عايش، وكان هذه الناس اللي تسمم الاجواء بين المواطنين وكانها تفتح الباب امام الاجانب، توحل المواطنين في الدقه بيناتهم في الكراهيه فيما بينهم وتفتح المجال امام الاجانب. لذا اصبحنا احنا من الضروري على ان تولد عندنا فكره العمل من اجل دوله المواطنه، لياكنا نكافحوا هذا الخطاب الكراهيه، نوقفوا في وجه هذا الخطاب الكراهيه ونخاوا بين المواطنين، ويعرف المواطن الموريتاني كامل وبغض النظر عن فيته ولونه وعرقه وقبيلته على انه عنده ولا موريتاني وعلى انه يالته يتخاوى ويعمل جنبا الى جنب لكن فيما بينه من اجل بناء وطن. طيب الفكره وصلت، طيب الفكره وصلت. هذه الفكره تجسيدها مسؤول عنه في المقام الأول الجهات التنفيذية الحكومة، ما مسؤول عنها مدون أو مواطن خارج أو داخل البلاد. لماذا التركيز على ما يكتبه مدون حر على صفحته بفيسبوك أو صفحته في أي منصة، بدل التركيز على الحكومة التي هي مسؤولة وتتحمل المسؤولية توفير جو لهذه لدولة المواطنة، مسؤولة عن حماية حقوق المواطن، مسؤولة عن مرتنة الوظائف، مسؤولة عن تخفيض الأسعار. لماذا التركيز على مدون بدل التركيز على الحكومة المكلفة والمسؤولة عن هذه الأمور؟ هي الحكومة، المواطن يكمل الحكومة. المواطنين اللي يعود المواطن ما هو موجود، يعود الشعب ما هو متوحد ويعود ما هو متخاوي ويعود بينه دعاية تفرقة ويعود ما يبقي وطنه ويعود ما هو مواطنين معنى الكلمة، ما يهتم بشأنه وما هو ما عنده لحمة اجتماعية. دول ما تقدر تعدل شيء. ولنعود السياسي في حديثه عن حق المواطن، أحمل المواطن المسؤولية في المقام الأول بدل الدولة، يكون هنا أيضا حالة من عدم يعني موضوعيا الدوله. لين يعود المواطن ما هو خالق الدوله، ما تقدر تخلق هي ما تقدر تخلق الدوله ما دامت ما خلقت المواطن. لين تخلق المواطنه يخف على الدوله ياسر، كيف يخف على الدوله ياسر من العمل، لانها فهم عمليه تكامليه بين الدوله والمواطنه بشكلها العام. لان عندما نوجد مواطن ونوجد لحمه اجتماعيه موحده ونوجد مثلا ونبتعدوا من خطاب الكراهية ونبتعدوا من تشويه سمعة البلد، يصبح الدولة قد توفر الأمن. لأن الشعب يسود في خطاب الكراهية ويتباغض فيما بينه والكراهية يعامل معهم. هذا الشعب في الحقيقة ما قد يجبر أمنه، لا قد يجبر طمأنينته، لا قد يجبر سكينته. إحنا شرنا هون على التحديات الأمنية. التحدي الأمني الأول هي الناس اللي رافضة خطاب الكراهية، هذا هو اكبر تحدي تقد تشهده موريتانيا. لان الدوله ما دام وفم خطاب كراهيه ماشي بين المواطنين وفم تفرقه وفم كذا، هذا على كل حال الدوله ما تقد. لكن لماذا لا نبحث في الاسباب؟ شنو سبب خطاب الكراهيه اذا افترضنا جدلا انه خطاب الكراهيه موجود، اذا لم يكن التمييز في الوظائف، اذا لم يكن عدم او التوزيع غير العادل لثروه هذه البلاد سبب في هذا خطاب الكراهية؟ أين يكون سبب خطاب الكراهية الموجود إذا افترضنا أنه خطاب الكراهية موجود؟ لا، سؤال مهم جدا وعندنا من اللي إجابته. شو هو فعلا لأن ثروة البلد وخيراته يعني مستقلتها نخبة قليلة من الشعب الموريتاني، وهذا للأسف عاد كثير من الناس الكراهية يحسبوه دائما على عنصر معين من موريتانيا، وهي فئة معينة قليلة هي اللي مستأثرة، هي اللي مستفيدة من خيرات وثروات الشعب الموريتاني، وهذا موجود له سنوات عديدة. طيب اسمح لي مثلا انا نختار نقول لك على كثير من القرى الموريتانيين
ابنائهم ما يعطوه موريتاني، ما يعطوه قاع في العاصمه، يمشوا يشتغلوا شغل خارج، ولا عندهم قاع ارتباط بالدوله ولا هم مستفادين منها. الدوله الموريتانيه محصوره على العاصمه والعاصمه الاقتصاديه وبعض من الثروات، ومستفيد منها جماعات قليله جدا، ناس الاخرى ولكن الناس الاخرى ولو لعت ما هي مستفيده، تظل دائما الوطن اهم عندها من على انها تستفاد والله ما تستفاد. الوطن اولا. وهنا 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 نطرح السؤال، ياك ما يقبل على ان لعت فم جماعه. طيب ياك ما تقبل ان هذه الجزئيه ياسر من بعض، معناها ان لعت فم جماعه هي نخبه قليله، هي اللي تبدد فيما بينها ثروات البلد، ولا هي موزعتها توزيع عادل ولتكون فيها دولة السلطة. هذا ما يجعل اعلان، هذا ما يبرر التطرف ولا يبرر الخطاب. طيب خلينا ننطلقوا من هذه النقطة، يا غير احنا هون هذه النقطة اللي هي علاجنا لها، هي اعلان المواطن بصفة عامة عندما تخلق هبة مواطنة ويفرض على ذي الجهات اللي هي اعلان يخلق توزيع عادل للثروة، تخلق العدالة الاجتماعية، وهذا ذكرنا هذا من اهدافنا، تخلق عدالة اجتماعية واضحة، وبالتالي يعود ما تلفم الفساد ولا تبديد الثروة ولا استئثار ذلة قليلة من 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 من, من, من الموريتانيين بالثروة، تستقل الثروة دون الآخرين، يعود ما تلف عنده، يعود ما تلف موجود، وبالتالي ذاك ما يقدر يقبل كمبرر لدعاية الفتنة ودعاية الفوضى ودعاية الكراهية. طيب البيان التأسيسي لهذه الكتلة ركز أو أشار في بعض جوانبه إلى ما قال إنه حاجة إلى تكريس استقلالية القضاء، وهذا السؤال أطرحه في سياق سؤال آخر عام، هو الموقع أو كيف ترى الكتلة موقعها في المشهد السياسي الموريتاني؟ هل ترى الكتلة أنه القضاء الموريتاني اليوم بحاجة إلى مزيد من الاستقلالية؟ هل تشكك في عدم استقلالية القضاء؟ لا، أنا دائما، نحن دائما من الناس اللي عندنا أمل كبير، عندنا احترام كبير لقضاتنا، وعندنا احترام كبير للقضاءنا، لأن القضاة محلفين، ولأن العدالة حد جاها وحد شافها، ناس كاملها مساوية عندها، ولا فهم تمييز أمام العدالة، ولا فهم أي شيء قد يلاحظ على العدالة. فعلا فهم بعض الملفات، ومنهم فهم بعض الملفات قد تعود الدولة، قد الدولة تتهم بالتدخل فيهم، كيف ملفات الحريات العامة، وكيف بعض من كيف ملف الأحزاب السياسية، وكيف اللي حكمت لهم المحكمة العليا عدة مرات ورجع في حكمهم، هذا فعلا قد الدولة تتهم بالسلطة التنفيذية بصفة خاصة، قلت تتهم فعلا بالتدخل في هذا. ما عدا ذلك في الحقيقة أنا ماني من الناس اللي يتهم قضاتنا بسوء، بل نحترمهم ونعرف عنهم قضاة محترمين، ونعرف عن عندنا أمل كبير على أن قضاءنا يشهد تطور كبير، ولا عندي عليه أي مأخذ. هو شنو بالنسبة لنا في الكتلة؟ ما عندنا أي مشكلة، بل نحترم قضاتنا، ما نمذوك اللي عندهم. طيب، وفيما يتعلق بموقف أو موقع الكتلة في المشهد السياسي الموريتاني، هل هي كتلة سياسية معارضة أم كتلة سياسية موالية، أم لم تحدد بعد موقعها في المشهد السياسي انتظاراً لإطلاق الحوار؟ لأن لحد الساعة قاع ما فيه معارضة ولا فيه أغلبية. لحد الساعة لم تتكتل، حسب تحليلنا لم تتشكل بعد أغلبية ولا معارضة. لا، هي متشكلة في النهاية، لأنه كل حزب سياسي يحدد موقعه، إما موالياً أو معارضا، ويعلن ذلك ويتبين من خطابه السياسي. أنا أريد أن أعرف الخطاب السياسي لهذه الكتلة، هل يحمل نزعة معارضة أم يرى نفسه قريبا من ضفة الموالين لهذا النظام؟ نحن لحد الساعة مشاركي، نريد أن نشارك وبعد ذلك نأخذ موقفنا من 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 هل سنكون معارضين أم من الأغلبية، إلا أننا نشيد بالانفتاح الذي أظهره رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ القزواني، نشيد بهذا الانفتاح. عضو المجلس الرئاسي لكتلة العمل من أجل دولة المواطنة محمد والنها، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدين الكرام، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من البرنامج. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.